السلام عليكم طلاب الصف الثالث المتوسط. اليوم احنا بالدرس السادس التطبيقات تكملة. ناخذ الامثله نشوف اسئله اليوم حتى وراها ناخذ تطبيق الشامل والغامر ثم نروح تركيب التطبيقات. اذا كانت R من X الى Y تمثل تطبيقا، تطبيق موجود بقاعدة اقتران، مطيني شوف الحل بقاعدة اقتران من المجموعة X، مطيني X شو تساوي لنا 4 و6 و8، هذا المجال، المجال اللي قابله الى المجموعه 2 و3 وال4 وال5. يقول اكتب التطبيق على شكل ازواج مرتبه، بس القاعده اللي عندي اللي هي راح نستخدمها هذه القاعده الاقتران، الواي تساوي نص الاكس، يعني نعوض الاكس مثلا 4. شوف راح نبدأ إذا أخذنا الأربعة وعوضنا هنا نصف الأربعة شقيد؟ اثنين، نص الأربعة اثنين، الأربعة اقترنت بالاثنين، هذا الواي، هذا هو الواي، شوف هذا هو الواي بهذا الشكل. إذن هنا نكتب هذا هو الواي، هذه المجموعة من اكس الى واي، الواي يساوي نصف اكس، عوض الاكس 4، 4 في نص 2 الناتج 2، الاربعه نتيجتها 2. بعد خلينا نشوف الرقم 6، هذا الرقم 6 ايش قد نتيجته؟ هذا هو 6، ال 6 عوضناه هنا ايش قد طلع عندي بالواي؟ 6 في نص او نص ال 6 3، وهكذا. بعد الواي عندنا ايش قد؟ عندنا 8، الثمانية شقيت صورتها؟ نضرب ثمانية، ثمانية في نص، شوف ثمانية في نص ثمانية ويا اثنين بها أربعة. طيب عوض، عوضنا هنا الأربعة، الأربعة على اثنين بها اثنين طلع الناتج، عوضنا هنا بدل الأكس عوضنا الستة، ستة على اثنين بها ثلاثة الناتج، عوضنا بعدين الثمانية، كل واحد من عندهم عوضنا هذا الناتج. اريد ثم مثل التطبيق، اكتب التطبيق على شكل مجموعة أزواج مرتبة، أوكي. راح أكتب العلاقة R، هذا R، شي يساوي لنا؟ المجموعة بها الزوج المرتب عندي الأربعة الأكس، أكس شقد طلعت صورته؟ اثنين، وعندي الستة شقد طلعت صورتها؟ ثلاثة، وعندي بعد الثمانية شقد صورتها؟ أربعة. هذا هو الزوج المرتب اللي احنا سويناه بالعلاقة R. اريد المخطط، نعم المخطط هنا جدا مهم، المخطط السهمي، لما نشتغل مخطط سهمي هذا المخطط السهمي، هذه الارقام عندي اربعة هنا وستة وثمانية، هذه X تروح بعلاقة، شنو العلاقة بيناتهم؟ العلاقة Y تساوي نصف X، هذا هو Y يساوي نصف X، يسموها قاعدة الاقتران، هذا هو الواي، هذا هو الواي، الواي ايش قد؟ 2 ب 3 ب 4 ب 5. شوف الاربعه وين راح؟ الى الاثنين، الاربعه راح الى الاثنين، السته وين راح؟ الى الثلاثه، الثمانيه الى الاربعه، ثمانيه الى الاربعه، هذا هو المخطط السهمي. وحدد المجال، شوف المخطط السهمي كتبناه، هذا المخطط، الأربعة راح للثنين، الأربعة من نصها شوف نص الأكس، نص الأكس أريد نصف الأكس، الأربعة نصها اثنين، الستة نصها ثلاثة، الثمانية نصها أربعة. هسا نجي الآن أريد المجال، المجال هو هذا أول واحد. إذا لاحظ المجال هو العناصر اللي انطلقت منها من اكس من البداية، اول وحدة هذا المجال. بعد اريد المدى، المدى شوف المدى هي العناصر المرتبطة المدى بالمجال المقابل، هنا الجايها سهم اللي هي منو؟ اللي هي الناتج، هذا المدى،
شوف هذا وهذا وهذا، هذا المدى اللي هي 2 و3 و4 بالمخطط هذا، بيت بمخطط سهمي هذا السهام. أوكي، بس خلي احنا فرصة ان نميز بين المدى والمجال المقابل. المجال المقابل، المجال المقابل هذا كله 2 و3 و4 و5. لاحظ ان المدى هنا جزء من المجال المقابل او يكون مساوي حسب السؤال، اما كلهن ذني مرتبطن او مو كلهن يرتبطن، هاي بعدين راح نشوفها بدروسنا الاخرة. هسه عرفنا شو نسوي، اول ما اجينا كمشنا هذه الاعداد وعوضناها هنا بقاعدة الاقتران، الاربعة المجال، 4 في نص يعني نص الاربعة 2، 6 في نص 3، 8 في نص 4، هذا طلع الزوج المرتب. هنا 4 ب2 6 ب3 8 ب4، واجينا المجال هو هذا كلها الاكس. هذا المجال المقابل تاخذ منه المرتبطات هو المدى، المدى العناصر المرتبطه بس بالمجال المقابل. خلينا نشوف السؤال اللي بعده، مثال 2، الجدول التالي يمثل العلاقه بين الحل بين الوزن بالكيلوغرام، الوزن بالكيلوغرام، شوفه خلينا نكبره، الجدول التالي يمثل العلاقة بين الوزن بالكيلوغرام وسعر السمك. اليوم يبيعون سمك، اليوم دا يشترون على السمك، خلينا نشوف وسعر السمك بالعلاقة fx تساوي y. اوكي، هل تمثل العلاقة تطبيق؟ شوف هنا الوزن وهنا السعر، إذا كانت تطبيق فأكتب قاعدة الاقتران. أولاً هل كل واحد من عندهم ارتبط؟ احنا ايش قلنا؟ الحل شنو شروط التطبيق؟ كل عنصر من عناصر المجموعة الأولى يرتبط بكم عنصر؟ واحد فقط. شوف هنا، هنا ايش عندنا؟ كل عنصر ارتبط، الواحد موجود، 2 3 4، كل واحد من عندهم مرتبط، ماكو واحد سعره ما مكتوب. هنا السعر بألف، الكيلو ب2000، والله زين رخيص. هنا إذا 2 كيلو ب4 يبيعوا لك إياه، إذا 3 كيلو ب6، إذا 4 ب8، إذا يمثل تطبيق. ليش؟ لأن كل عنصر ارتبط وارتباطه واحد، يعني ما كاتب لك الكيلو بسعرين. بالعقل ما تصير يعطيك يقول لك كيلو السمك سعره 2 وسعره 5، ماكو هيك شيء، لو 2 لو 5، فكيلو السمك سعره ب2000. إذا قاعدة الاقتران يمثل تطبيق. هل تمثل العلاقة تطبيقا؟ نعم تمثل تطبيق. إذا كانت تطبيقا اكتب قاعدة الاقتران هذه، الواحد صارت ب2، 2 صارت 4، 3 صارت 6، 3 هذا اكس، شلون صار 6؟ اكيد ضربته ب2، 4 شلون صار 8؟ اكيد ضربته ب2، 2 شلون صار 4؟ اكيد ضربناه ب2، اذا هذا الاكس اضربه ب2 يصير واي، هذا الواي، شوف الواي هذا وهذا هو الاكس. هسه عوض، عوض بدل اكس 1، 1 في 2 2، طلع الواي، 2 في 2 4، شوف طلع الرقم، عوض 3 3 في 2 6، عوض 4 4 في 2 8، طلعت لي. وحدد المجال والمدى. المجال، المجال هذا كله، شوف المجال، المجال يساوي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، هذا هو المجال، هذا هو المجال. نجي الآن بعد ما تم المجال أروح إلى المدى. المدى شو يساوي لنا؟ المدى هو المرتبط، هذا الواحد ارتبط بالاثنين، 2 يعني هذني المرتبطات كلهن جايتن أسهم، يعتبر كلهن مرتبطات. إذن 2 المدى وال4 وال6 وال8، هنا المدى يساوي المجال المقابل نفسه كله مرتبط. ومثله بالمستوى، المستوى طلاب، هذا المثل بالمستوى،
هذا المثل بالمستوي. لاحظوا خلينا نشوف هذا راح ناخذ الاكس وهذا ايش ناخذ الواي. نجي الان واحد عندي واثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما يهمني والآخر اثنين عندي اثنين نبدأ من هنا. شوف خلي نسوي أيضا نفس التقسيم هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هنا نجي أول هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هو الثمانية حد أكثر شيء. الواحد ارتبط ويا اثنين. الواحد بالأكس شوفه بوين بالأكس هذا الأكس ارتبط باثنين واحد باثنين هذا النقطة الأولى. بعدين الاثنين ويا من ارتبط ويا الأربعة هذه هذا المخطط وبعدين الثلاثة ويا من ارتبط ويا الستة هذه الثلاثة ويا الستة هنا بعدين الأربعة ويا من ارتبط ويا الثمانية هاي الثمانية هنا فوق. هذا هو المخطط بالمستوى مثلنا بالمستوي مراد مخطط سهمي أراد تمثيل بالمستوي. شوف الواحد ويا الثنين ربطنا والثنين ويا الأربعة هذا الأكس وهذا الواي بهذا الشكل ربطناهم. إذن الآن ننتقل إلى السؤال اللي بعده ونشوف عندنا السؤال شو يقول. عندنا اثنين بس يريد قاعدة اقتران الحل ومثله ها بمخطط سهمي حلو لا إذن هذه شوية نبعدها حتى تصير مجال إن نحلها. إذن نجي أولا اكتب قاعدة اقتران قاعدة اقتران للتطبيق ومثله بمخطط سهمي. قاعدة اقتران للتطبيق يعني الواي تساوي خلي أشوف الواحد شلون صارت اثنين أكيد ضربناها باثنين أو ضفنا لها واحد. اثنين شلون صارت ثلاثة ضفنا لها واحد. ثلاثة شلون صارت أربعة ضفنا لها واحد. الأربعة شلون صارت خمسة ضفنا لها واحد. أول واحد هو اسمه أكس. شوف دائما دائما وأبدا أول واحد أكس وثاني واحد واي. هذا الأكس شلون صار واي يعني هذا لزم الأكس هذا. شوف الحل راح أكتبها باللون الأحمر كون أوضح. هذا الأكس ايش ضفت لحتى يصير اثنين حتى يصير واي والثنين شلون صارت ثلاثة ضفنا لها واحد. اذا هذه هي قاعدة الاقتران هذه هي قاعدة الاقتران. شلون اكتب الواي من جاي الواي من الاكس في او زائد او تقسم ايش قيد تصير اثنين اكيد ضفنا لها واحد. اثنين شلون صارت ثلاثة ضفنا لها واحد. ثلاثة شلون صارت اربعة ضفنا لها واحد. اذا دائما هو اكس وضيف له واحد هذه قاعدة الاقتران. اوكي نجي الآن شي يقول بعد ومثلهم بمخطط سهمي. حلو نمثلها بمخطط سهمي. المخطط السهمي يوضح لك كل الأمور هذا الأكس وهذا الواي. النقاط اللي عندي بالأكس شوف هنا هذا الأكس هذا الأكس واحد واثنين والثلاثة والأربعة الناتج مالتها هو الواي اثنين والثلاثة والأربعة والخمسة. الواحد بيش ارتباط هو مطلق الواحد بيش مرتبط بالثنين والثنين بيش ارتباط بالثلاثة والثلاثة بيش ارتباط بالأربعة والأربعة بيش ارتباط بالخمسة. واكتب المجال. المجال هو أول واحد دائما. المجال يساوي الواحد والثنين والثلاثة والأربعة. المدى المدى نفس المجال لأن كلهم مرتبطات. المدى من هو اللي بالواي مرتبطات اللي هو الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة
نفس الشيء. خلنا نشوف ثاني واحد. شوف المخطط السهمي، هذا المخطط السهمي سهل جدا، X و Y. هنا تخلي الأكسات، هذه أول وحدات، هذا الني، وهناك الواي. بعد عندي هذا، اريد قاعدة الاقتران الحل. الواي خلينا نشوفها منين جتي. الاكس الواحد شلون صارت ثلاثة؟ ضفنا لها اثنين. زين الاثنين شلون صارت خمسة؟ ضفنا لها ثلاثة. ما تصير. الثلاثة شلون صارت سبعة؟ ضفنا لها شقيت شو؟ أربعة. زين بعد الواحد شلون صارت ثلاثة؟ إذا ضربنا في اثنين الواحد هذا، هذا الاكس إذا ضربناه في اثنين، هذا الاكس وضربه في اثنين، واحد في اثنين اثنين، أضيف له واحد شي يصير ثلاثة. والله خلينا نجرب، عوض هنا اثنين بالاكس، اثنين في اثنين وضربه في اثنين أربعة، زائد واحد صار خمسة. والله حتى هذا جرب، ثلاثة في اثنين ستة، زائد واحد فعلا سبعة. شوف قاعدة الاقتران هذه وجدناها، هذه قاعدة الاقتران. الأربعة 2 في 4 8 زائدا 1 9، هذه قاعدة الاقتران. فلما نجي الآن بعد ما وجدنا قاعدة الاقتران، أريد أكتب قاعدة ومثله بمخطط سهمي. خلينا نمثله بمخطط سهمي، هذا الأكس وهذا هو الواي، هذا الأكس وهذا الواي، وقاعدة الاقتران هي y تساوي 2x زائدا 1. نجي الآن شو راح نخلي بيه الx؟ هذا أول واحد، الواحد والثنين والثلاثة والسبعة أو التسعة والأربعة عفوا. الy ايش بيه؟ 3 والخمسة والسبعة والتسعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هناك ثلاثة خمسة سبعة تسعة. الواحد بيش ارتبط ويا الثلاثة؟ الاثنين ارتبط ويا الخمسة، الثلاثة ويا السبعة، الأربعة ويا التسعة. اريد المجال، المجال هو عناصر المجموعة الأولى اللي هي بالأكس، الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. المدى، المدى العناصر المرتبطة هنا كلها ارتبطت، الثلاثة والخمسة، شوف الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة كلها مرتبطة. السؤال كان واضح، اكتب قاعدة اقتران، هذا كان رقم واحد وهذا رقم اثنين. احنا نسوي قاعدة بين الواحد، بس شلون نشوفها؟ الواحد شلون صارت ثلاثة، اثنين شلون صارت خمسة، الثلاثة شلون صارت سبعة. نفكر لازم تلقي لك فتشي بحيث لما تعوض هذا الأكسات يطلع كله، عوض الواحد يطلع ثلاثة، عوض الاثنين يطلع خمسة، عوض الثلاثة يطلع سبعة، عوض الأربعة تطلع تسعة. ففكرنا قلنا الواحد ضربناه باثنين، شوف هذا الأكس وضفنا الاثنين في واحد اثنين زائد واحد ثلاثة، عوض الاثنين اثنين في اثنين أربعة زائد واحد يطلع خمسة، عوض ثلاثة ثلاثة في اثنين ستة زائد واحد سبعة، وهكذا. طلاب اليوم درسنا قصير، الدرس القادم راح يكون شوية أهم ومهم، اللي هو التطبيق المتباين والغامر الشامل يعني، ونشوف شو راح نشتغلهم الأبجكتيف والإنجكتيف، ونشوف شو راح نشتغلهم الدرس القادم، ونأخذ وراها تركيب التطبيقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.